السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ أتمنى تكونوا بخير وأفضل حال. اليوم إن شاء الله الفيديو تكملة للألتيميت جافا سكريبت فريم ورك سيريز، واللي فيه إحنا بنمسك مشروع واحد وبنبنيه بأشهر 3 فريم وركس للجافا سكريبت اللي هم البيو جي إس والرياكت والإنجلر. في هذا الفيديو راح نبني المشروع اللي هو جيت أند فلتر داتا فروم أي بي أي باستخدام الفريم ورك رياكت. خلونا نشوف إيش هو هذا المشروع. كان فكرة هذا المشروع ببساطة كان بيتعامل مع API اسمها Countries API، بتوفر لي معلومات مجموعة من الدول، مثلا ممكن أن فلتر هذه الدول حسب الريجن. فمثلا هنا عارض لي جميع الدول من جميع القارات، فبنعرض ايش الريجن، ايش الاسم والفلاج او العلم للدولة. وبإمكاننا هنا باستخدام مجموعة من الراديو بوتون انه نحدد ايش الريجن اللي نبغاها. فمثلا لو حددنا قارة اسيا، لو حددنا قارة افريقيا، ونلاحظ انه عندنا لودينج انديكيتور عشان يوضح لنا انه لسه البيانات بيتم جلبها. فهذا مشروعنا لليوم، يلا نبدأ. مقدمة بسيطة عن الرياكت، هي عبارة عن جافا سكريبت لايبرري for building user interfaces. الرياكت ايش بتوفر لنا؟ بتوفر لنا ان نقسم اليو اي حقتنا لكومبوننتس، فيصير في اللي هو relationship ما بين الكومبوننتس اللي هو البارنت والشايلد كومبوننت. وكمان هذا الشيء يساعدني انه يكون الكود حقي ارتب ويكون مقسم بشكل افضل. وكمان الرياكت يوفر انه كل كومبوننت يكون لي الستيت الخاصة فيه، وكذلك عندنا سينتاكس خاص يميز الرياكت اللي هو الجي اس اكس، حاجة كده شبيهة بال HTML ولكن فيها خصائص ما هي متوفرة في ال HTML، فراح نشوفها مع بعض لما نبدأ في الكود. كمان حنتعرف على مفهوم الهوكس في الرياكت، وحنتعرف على البروبس، وكمان حنشوف الريليشن شيب ما بين البارنت والشايلد كومبوننت، كيف نعمل باس لداتا فروم بارنت تو تشايلد باستخدام البروب، كيف لو احنا عملنا باس لداتا فروم بارنت تو تشايلد وتم تغيير في الشايلد، كيف البارنت راح يعرف بهذا التغيير، وكمان كيف بامكاننا نعمل ديسبلاي وعرض لي ليست اوف ايتم او اري، كيف بإمكاننا نعمل show أو hide أو نظهر عنصر في الدوم بناء على شرط معين. هذه كلها concepts حنتعمق فيها أكثر إن شاء الله في مشروعنا لليوم. أول حاجة راح نعملها إنه نبني مشروع الرياكت. فهنا موقع الرياكت، طيب، فراح نروح على get started، وبعدين هنا عند ال installation في جزئية ال create new react app، تمام؟ طيب هنا بالنسبة لي هذه الطريقة نحتاج فيها انه احنا نكون محملين already ال Node.js، تمام، من موقع ال Node.js الرسمي، تمام. وبعدين نرجع هنا عاطينا طريقة اللي هو انشاء المشروع باستخدام NBX، بعدين الامر create react app، بعدين اسم المشروع، تمام. فهذه الطريقة حتفيدنا في ايش؟ حتفيدنا بانه تعطينا، خلاص توفر لنا الملفات المبدئية للمشروع، وكمان تعطينا اللي هو الديف سيرفر اللي يشتغل على اللوكال هوست، تمام. فراح افتح الكوماند برومت واكتب هذا الامر اللي هو nbx، انتبهوا انها x، بعدين create react داش اب، اسم المشروع حسميه مثلا countries داش API داش React، تمام. نضغط انتر. الان بعد ما انتهى من بناء المشروع، فهنا بيعطيني بعض الكوماندز اللي ممكن اعملها. فانا راح اعمل cd countries عشان ادخل بداخل هذا المشروع داش API داش React، تمام. بعد كده راح اكتب كود، بعدين اسيب سبيس، بعدين دوت عشان يفتح لي هو على الاديتور الفيجوال ستوديو كود.
الآن هو هذا المشروع اللي أعطاني هو الكرييت رياكت أب، فخلوني أفتح الانتجريت التيرمينال حتى نعمل رن للمشروع. فهنا راح أكتب الأمر npm start، تمام، وأضغط enter. طيب تم تشغيل المشروع، فهنا نلاحظ انه اعطاني رسالة compiled successfully، واصلا حيفتح لي المشروع دايركت على اللوكال هوست 3000. فلو نرجع لي البراوزر حنلاقي انه هذه هي الصفحة اللي ظاهرة عندي، تمام. طيب خلونا نرجع للمشروع وننزل التيرمينال كده شوية ونبحث في ملفات المشروع. طيب اول فولدر حنشوفه قدامنا اللي هو البابليك، ف لو فتحناه ودخلنا عند ال index.html ال index.html، فنلاحظ هنا انه بامكاننا مثلا تغيير التايتل. فمثلا لو قلنا هنا get countries get countries from api dash react، تمام. بعد كده حنلاحظ هنا انه كل ما في هذا الملف div فقط ولي ال id root، تمام. فهذه صفحة ال html الوحيدة اللي راح يتعمل لها load، فمن كده الرياكت من التقنيات اللي تساعدني لبناء السنجل بيج ابليكيشن. طيب فا اوكي، فين المحتوى اللي داخل هذا الديف؟ لو قفلنا البابليك و كمان ايوه هنا قبل ما نقفل الاندكس اتش تي ام ال، طبعا ممكن نستخدمه عشان نحط اي سي دي ان لينك او لينك نحتاجه مثلا لفونت اوسم او غيره. فهنا مثلا انا احتاج لجوجل فونت، فانا راح استعين بنسخة الكود اللي عملناه في مشروع البيور جافا سكريبت، تمام. فراح احط اللينك تبعها في الديسكريبشن. فلو جينا هنا لصفحة ال index.html فراح نلاحظ انه عندنا لينك لجوجل فونت، فراح ناخد هذا اللينك ونحطه في مشروعنا، تمام. طيب هذا كل اللي نحتاجه في ملف ال index.html. بعد كده راح اروح لملف السورس، واول ملف بفتحه اللي هو ال index.js. نلاحظ هنا انه ايش اللي يهمنا في هذا الكود، ايش انه اخر document get element by id root اللي هو الديف اللي شفناه قبل شوية، وعامل render لكومبوننت في هذا الديف، تمام. يعني حط بداخل هذا الديف اللي ليه الاي دي root component اسمه app. ومن فين جايب هذا الاب؟ خلينا نقول الاندكس جي اس هذا الانتري بوينت للمشروع حقنا. من فين جايب الاب؟ جايبه من ملف في نفس الباث اللي احنا حاليا فيه، من ملف اسمه اب. فلو جينا ودورنا حنلاقيه هذا هو اللي هو الاب دوت جي اس. ونلاحظ هنا انه الاكستنشن اللي نستخدمه في ملفات اللي هو الرياكت دوت جي اس، تمام. طيب نلاحظ هذا الملف ايش الاستراكشر حقه او ايش بيعرض لنا. نلاحظ هنا انه عامل امبورت للوجو، نلاحظ انه عامل امبورت لملف سي اس اس، وهنا نلاحظ انه عندنا فانكشن. طبعا هذا الاب يعتبر كومبوننت، ولكن احنا كاتبينه بصورة فانكشن. في معلومة انه الكومبوننت تتكتب بطريقتين، يا كلاس component أو function component. الحاجة الأجد إنه يتكتب بطريقة ال function component اللي هي كأنها function عادية، أو حتى بإمكاننا نكتبها كألو function، تمام. و باستخدامنا لل function component بإمكاننا استخدام اللي هي ال react hooks. عندنا هذا الفانكشن اب ايش راح تعمل؟ راح تعمل ريتيرن للي انا بشوفه على الصفحه هنا عندي في هذه الصفحه. ف مثلا هنا بيعمل ريتيرن لديف، تمام.
ونلاحظ هنا حاجة مختلفة اللي هي class name. تفتكروا لما قلت لكم انه الرياكت فيها حاجة اسمها JSX، فالJSX هذا الكود ما يعتبر كود HTML عادي، هذا يعتبر كود JSX. بمعنى ايش؟ بمعنى انه هو حاجة شبيهة بال HTML لكن اقدر اعمل فيها جافا سكريبت، تمام؟ هذه حاجة. الحاجة الثانية انه مثلا بدل ما اكتب class equal زي ما نكتب في ال HTML، لا احنا نحتاج نكتب هنا class name، تمام؟ هذا النقطة الاولى. النقطة الثانية انه مثلا لو كان عندي label لانبوت، فبالعادة الليبل عشان نربطه بالانبوت نحط له فور اتريبيوت، صح؟ فهنا في ال HTML العادي راح نحط فور، لكن في ال JSX راح نحط HTML فور، وراح نشوفه كمان في مشروعنا، تمام؟ وكمان حاجة تانية، فمثلا نلاحظ هنا بالنسبة للإيمج هادي، بالنسبة للإيمج هادي لها سورس، السورس إيكوال لي لوجو. طب اللوجو من فين جايبينه؟ عاملين له امبورت. فطبعا هذا يعني حاجة ما نقدر نعملها بال HTML على العادي، فال JSX عنده الباور لحاجتين، باور تبع ال HTML والباور تبع الجافا سكريبت، تمام؟ ف ايش كمان عندنا؟ هذا بالنسبة للاب جي اس. بالنسبة للاب دوت سي اس اس راح يكون في التنسيقات. بالنسبة للاندكس سي اس اس ايضا عبارة عن تنسيقات، ولكن انا اللي هستخدمه في المشروع اللي هو الاندكس سي اس اس ما راح احط فيه حاجة، تمام؟ راح اخليه فاضي، وراح اخلي التنسيقات اللي انا احتاجها في الاب دوت سي اس اس، وهو already معمول له import في الاب دوت جي اس هنا، تمام؟ فخلوني اخذ الستايل احدد عليه كله واشيله واخذه من كود الجيت هاب. راح نروح لملف السي اس اس ونختار ملف اللي هو الستايل دوت سي اس اس، وبعدين نحدده بالكامل وننسخه ونلصقه، تمام؟ تمام. طيب بعد كده في بعض الملفات ما نحتاجها، مثلا الاب دوت تيست، اللوجو برضو ما حنستخدمها وزي كده، ولكن انا حخليها، ولكن هي ملفات يعني ما نحتاجها في مشروعنا. طيب في معلومة مهمة نحتاج نعرفها، انه هنا مثلا الرياكت ضروري في الريتيرن تعمل ريتيرن لروت إليمنت. يعني كيف؟ يعني مثلا خلاص هذا الديف حيضم جميع المحتوى عندي، لكن لو انا مثلا عملت سيبلينك او إليمنت تاني في نفس الليفل مع هذا الديف، خلوني اكتب مثلا حاجة زي كده، نلاحظ انه على طول راح يطلع لي انه في مشكلة. فلو نشوف الرسالة راح يقول انه ال JSX expression must have one parent element، فهنا ضروري انه كل المحتوى حقي يكون موجود في عنصر واحد، تمام؟ مو شرط يكون ديف، ولكن المهم انه يكون عنصر واحد يضم جميع العناصر الباقية. هذه حاجة. الحاجة الثانية، انا بامكاني مثلا انه يعني لو ما ابغى ديف او ما ابى عنصر معين، ففي حاجة في الرياكت اسمها اللي هي الفراغمنت، بكل بساطة انه اخليه بهذا الشكل، تمام؟ فهذا راح يعبر انه يعني parent element يضم محتوى الصفحة تبعتي، وما زال عندي الكود شغال، هو تقريبا عشان شلت التنسيقات فصار بهذا الشكل. طيب راح نرجع هنا للكود تبعي، وخلونا نشوف كيف ال JSX تشتغل. فمثلا خلوني أعرف متغير، مثلا كونست مثلا نيم، وأقول هذا الاسم عبارة عن أحلام، تمام؟ وخلوني أشوف كيف أقدر أعرض هذا الاسم اللي هو عبارة عن متغير في ال JSX. فبكل بساطة أنا مثلا ممكن هنا أرجع، ممكن ارجع هنا h1 هنا h1 و
عشان أظهر الاسم لازم أحط single curly braces وبعدين أكتب اسم المتغير. طيب خلونا نشوف كده، ونلاحظ إنه فعلا ظهر الاسم. فهذه فائدة من فوائد الـ JSX، إنه بإمكاننا نعرض متغيرات بداخل الـ JSX ببساطة. تمام، بإمكاننا مثلا كمان خلوني أعمل أو بالأصح إنني أعمل باك ونفتح اللي هي الأقواس العادية. تمام، ونقفلها كمان. خلوني مثلا أعمل هنا ديف، عشان مو هذا، هنقول ديف. طيب نكتبها بالطريقة العادية ديف، وناخد هذا الديف زي ما قلنا انه لازم يكون عندنا one parent element. طيب خلونا نشوف مثلا لو كنا بنعمل عملية حسابية، فمثلا بإمكاني أكتب برضو single curly braces وبعدين أكتب one plus two بكل بساطة، وبعدين راح يطلع لي فعلا النتيجة. فأنا بإمكاني هنا في الـ JSX بداخل الـ single curly braces أعمل أي جافا سكريبت expression. بإمكاني كمان مثلا لو جينا وقلنا مثلا ternary conditional operator operation، لو قلنا مثلا حطينا هنا متغير const وقلنا مثلا is true، فكانت قيمته بالبداية boolean true. فلو جينا قلنا هنا مثلا is true وبعدين علامة الاستفهام، انه مثلا لو كان هذا الشيء true فنقول نرجع السترينج true، ولو كان false نرجع السترينج false. فنحفظ ونشوف النتيجة، نلاحظ انه فعلا رجع لنا true. خلونا نغير، انه نخلي هذا القيمة تصير false ونحفظ، نلاحظ فعلا انه صارت false. فهذه بعض من استخدامات الجافا سكريبت بداخل كود الـ JSX. طيب راح احذف هذا الكود. تمام، وخلونا نبدأ في كود المشروع تبعنا. طيب راح ارجع لي صفحة الـ GitHub، وراح ارجع لي صفحة الـ HTML، وراح انسخ الكود من بداية البدي الى نهاية البدي، ولكن ما راح اخذ مثلا الاكسيوس في النهاية ولا الجافا سكريبت. طيب راح ننسخه ونلصقه هنا بداخل جملة الريتيرن. تمام، طبعا نلاحظ هنا انه حيطلع لي بعض الخطوط الحمراء، لانه هنا الكومنت تختلف عن ال HTML، فحتكون الكومنت بهذه الطريقة. تمام، فنعدل هذه النقطة. تمام، ونعمل سيف. تمام، طيب نشوف النتيجة، حيظهر لنا الريدي بوتنز. طبعا ما حتظهر للكونتريز لسه، عشان انا ما عندي الداتا للكونتريز، ولا عندي حتى اللي هو الكود لكل كونتري. فبكل بساطة راح اخذ هنا من كود الجافا سكريبت، كان عندي اللي هو التمبلت لكل كونتري، فخلوني اخده، حيكون هو هذا. تمام، راح انسخه والصقه بداخل الديف اللي هو للاي دي كونتريز كونتينر. تمام، طيب نلاحظ طبعا هنا انه كنا بنتعامل مع متغيرات، فخلوني احط مثلا هنا نيم، وهنا بالأصح ريجن. تمام، وهنا عندنا اللي هو اسم الدولة، وخلوني آخذ أي سورس. تمام، طيب خلونا نسيف، أو خليني قبل كمان إنه أكرر هذا الكنتري رابر، بس الكنتري رابر ومحتوى مرة تانية، عشان كأنه يبين لي دولتين. تمام، فراح أسيف ونشوف النتيجة. هذا مشروعنا. تمام، ونلاحظ انه ظهرت النتيجة زي ما نبغاها، انه يظهر لي الريجن
ويظهر لي اسم الدولة ويظهر لي العلم، تمام؟ طيب، في معلومة ملاحظة مرة مهمة. لسبب ما ال API اللي كنت بتعامل معاها في مشروع ال في مشروع ال Pure JavaScript وفي مشروع ال Vue.js في الفيديو السابق صارت ما تشتغل. فلهذا السبب انه حنغير ال API ل API جدا مشابهة ليها، وبس حتفرق معانا حاجات مرة بسيطة. يعني مثلا حيفرق معايا ال API URL والنقاط حنبهكم عليها. فهذا ال API حيكون اسمها restcountries.com. الأولى اللي كنت بستخدمها كانت عبارة عن restcountries.eu بس ما صارت تشتغل. فراح نشوف هذه ال API، هي لها 2 version، ولكن ال version اللي أنا راح أتعامل معاها اللي هي version 2، تمام؟ طيب، خلوني أشوف هذا اللي هو ال end point اللي تعطيني جميع ال countries، و حنشوف بعدين ال end point الثانية. طيب، فهذه هي ال end point، راح ترجع لي data شبيهة جدا بالداتا اللي كانت ترجع لي هي ال API الأصلية. خلونا نشوف ميزة من ميزات الرياكت، وهي كيف إني أعمل كومبوننت بدل ما أنا أحط كل الكود في كومبوننت واحد اللي هو الأب واللي هو يعتبر الروت كومبوننت. فأنا أقسم اليو آي تبعتي لي كومبوننت، فالكومبوننت اللي أنا راح أعملها كومبوننت للريجن، فهذه الجزئية حتكون في كومبوننت خاص فيها، وبعدين الكنتري راح تكون أيضا في كومبوننت خاصة فيها. فخلوني أنشئ أول كومبوننت بكل بساطة. عند السورس راح أنشئ فولدر، فراح أقول اسمه components، وبداخل هذا الفولدر راح أنشئ أول component اللي هو عبارة عن countries.js، تمام؟ طيب، في هنا حاجة اللي هو خليني أقول rfce إذا أنا ماني غلطانة. هو أنا أبغاها كشكل arrow function، فخلوني أشوف لو كتبنا rfce هذا الاختصار، فنلاحظ إنه راح يعطيني function component على شكل arrow function. نلاحظ إنه إيش اللي عندنا، أعطانا هو import لرياكت from رياكت. فعليا احنا في function component ما راح نحتاجها، فراح اشيلها. وهنا بكل بساطة اللي عمله عمل function على شكل arrow function وعمل منها return، تمام؟ وفي النهاية بيعمل export لهذه ال function، تمام؟ طبعا هذا الاختصار اللي انا كتبته كان بمساعدة extension من Visual Studio Code، هو عبارة عن ES7 snippet. فخلوني افتحه اللي هو ده ES7 React Redux وكده snippets، تمام؟ لو نلاحظ هنا نزلنا للأسفل نلاحظ انه راح يعطيني اختصارات مرة كتير، فمن ضمنها اللي هو لو انا ابغى على شكل class، لو انا ابغى على شكل خلوني اشوف اللي هي function عادية وفي نفس الوقت يعمل لها export بدل ما يكون الاكسبورت في السطر لحال، او هنا اللي هو الشكل الثاني انه تكون الفانكشن وبعدين يعمل لها اكسبورت، او بشكل اللي هو الارو فانكشن كمان زي ما احنا عملنا، تمام؟ طيب راح نكمل هنا وبعدين انقل كود الكود تبع الكنتريز لهذه الكومبوننت الجديده. خلوني اشوف انزل هنا للاسفل، كل اللي علي اني اعمله اني اخذ هذا الديف كامل. خلوني أتأكد إنه متاخد مظبوط، فراح أحدد عليه وآخده كله، تمام؟ بعد ما حطينا، طيب راح نحتاج نعمل import لهذا الكومبوننت هنا. فبكل بساطة راح أطلع لي فوق وأقول هنا import لي countries، طيب we from component countries، ونلاحظ هنا انه مو ضروري نكتب الاكستنشن تبعها، تمام؟ طيب بعد كده راح نجي للمكان اللي
نبغى تظهر في ال countries، فراح تكون في هذا المكان بكل بساطة. كيف راح أكتب؟ هأفتح اللي هو angle bracket، بعدين أكتب countries، وبعدين أعمله كشكل empty tag، تمام؟ اللي هو عبارة عن هذا السلاش، وبعدين ال closing angle bracket، تمام؟ خلوني أسيف ونشوف هل النتيجة تظهر نفسها، إنه فعلا ال country ظهرت. ممتاز، النتيجة ال countries ظاهرة، ولكن كده أنا قسمت ال UI حقتي إلى components، تمام؟ في هنا حاجة محتاجين نعدلها، اللي هو عندنا كان لينك في الهيدر يعمل ريفرنس لل API، فهذا اللينك تبع ال API القديمة أو اللي تعاملت معاها أول، ف خلوني أخذ اللينك للـ API اللي حالياً بأستخدمها، طيب، وأحدث هذه المعلومة، تمام؟ بعد كده راح ندخل في concept اللي هو الهوكس. واحدة من الهوكس المهمة في الرياكت اللي هي الـ Use Effect. واحدة من استخدامات الـ Use Effect اللي هو الـ API Call. فأنا حالياً محتاجة أجيب الـ countries data from API، صح؟ ففي دي الحالة راح أستخدم الـ use effect. فكيف استخدامها؟ أول حاجة أنا محتاجة إني أعملها، راح أعمل import لها، طيب؟ والـ import لها راح يكون بدي طريقة import، بعدين أكتب curly braces، بعدين اسمها اللي هو use effect، و from فين راح نعمل لها import؟ من الـ react، أوكي؟ طيب، وبعد كده فين أكتب الـ use effect؟ بداخل الـ function تبعتي، ولكن برا الـ return، تمام؟ كيف طريقة الكتابة؟ طريقة الكتابة حنقول use effect، وبعدين بداخل parentheses راح نحط function بشكل arrow function، تمام؟ وهنا حالياً أنا أبغى الـ use effect هذه يتعمل لها run مرة واحدة، تمام؟ فلو أنا أبغى يتعمل لها مرة واحدة فقط، أنا هنا إضافة على الـ arrow function هذه راح أعطيها parameter آخر على شكل empty array، تمام؟ array فاضية، عشان أنا ما أبغى الـ use effect يتعمل لها run كل مرة يصير render أو يصير تحديث على الصفحة، فأنا راح أحدد هنا إنه empty array. معنى هذا الكلام إنه الـ use effect أو الـ API call اللي راح يحصل هنا بس راح يصير مرة واحدة فقط، تمام؟ طيب، بعد كده كيف راح أتعامل مع API؟ راح أستخدم حاجة اسمها Axios. Axios تساعدني في إني أتواصل مع الـ API، إني أعمل get، إني أعمل post، إني أعمل جميع الـ functions هذه. فالنقطة الأولى اللي أنا محتاجة إني أعملها، راح أفتح terminal جديدة، وفي هذه terminal راح أعمل install npm install، يا إني أكتبها بدي طريقة أو إني أكتبها بحرف I بس، وبعدين أكتب Axios، تمام؟ خلونا نرجع مثلا لصفحة الـ Axios على الـ GitHub، فهم؟ هنا هتكون الطريقة إنه نعمل install، وبعدين راح نعمل له import، والخطوة اللي بعد كده إنه كيف نجيب الداتا. طيب، خلونا نشوف، إحنا لسه بيعمل install، فإحنا راح نستخدم الأكسيوس في هذا الكومبوننت، فخليني بس أكتب هنا إنه هذه الأشياء components، تمام؟ وبعد كده هنا راح نعمل import للأكسيوس، تمام؟ بكل بساطة كيف طريقة الإمبورت؟ راح نقول import لأكسيوس from بعدين double quotation Axios، تمام؟ وبعدين بالنسبة للاستخدام
ما راح نستخدمها بداخل زي ما قلنا الـ use effect. كيف الاستخدام راح يكون؟ انه نستخدم السينتاكس async await، طب تمام، وبعدين نقول axios.get ونعطيه الـ API URL تبعنا. خلوني اعرف الـ API URL، فراح اعرفه هنا بداخل الـ function app، راح نقول let API URL. ليش خليته let؟ لانه هو حيتغير، وحنشوف بعدين ليش حيتغير، عشان حسب انه اذا كانت جميع الدول او الدول في منطقة معينة. فكبداية راح يكون الـ API URL اللي هو عبارة عن الأول، يجيب لي جميع الدول، تمام، فراح أحفظه هنا. وبعد كذا نلاحظ لو كملنا عند الأكسيوس إنه راح يرجع لي response، ونشوف نعمل console log للresponse، وإذا كان في error راح يعمل catch لهذا الأرور. طيب الآن بعد ما أتحمل عندنا الأكسيوس، ف اللي راح نعمله انه راح نروح على صفحة الاكسيوس وناخذ هذا الفانكشن راح نحتاجه، وبعدين نروح عند اليوز افكتس. طيب في اليوز افكت انا راح اكتب فانكشن، طيب، وهذا الفانكشن راح تكون بشكل ارو فانكشن. طيب فخلوني اقول كونست واعرفها كاكسبريشن، وراح أقول اسمها get countries، وبعدين حتساوي arrow function. اوكي طيب بداخل هذا ال function ايش راح نعمل؟ حنخلي ال try وال catch، تمام. راح نقول هنا عند ال await axios dot get راح نغير هذا القيمة ونخلي عندنا الـ API URL، تمام، وراح يرجع الـ response، وراح نعمل console log للـ response ونشوف ايش النتيجة راح تطلع، تمام. بس الكود ده ما راح، خليني اقول الـ function هذه ما راح تشتغل الا لو احنا عملنا لها call، فلازم اقول get countries عشان نقدر نشوف النتيجة. في حاجة كمان هنا انه الـ get countries لازم تكون عبارة عن async function، عشان احنا بداخلها مستخدمين الـ await، تمام، عشان احنا عندنا هنا خلينا نقول async operation. طيب خلونا نحفظ ونشوف النتيجة. لو رجعنا للمشروع فتحنا الـ DevTools، طيب بيقول هنا module not found cannot resolve غالبا الـ axios. خلونا نشوف، نرجع ونشيك هنا. طيب من الممكن انه يكون سبب الـ error هو انه محتاجة اقفل السيرفر وارجع اشغله تاني، ف خلونا نشوف. yes، ولو رجعنا قلنا npm start. فبعد ما شغلناه فعلا اختفى الايرور. وهنا لو فتحنا الكونسول، هنا في بعض الايرورات ولكن حنعالجها بعدين. هنا لاحظ في النهاية راح يعطينا object، هذا الأوبجكت من ضمنه راح يكون عندنا حاجة اسمها داتا، وهي دي اللي نحتاجها، حتكون عبارة عن array of object، وكل أوبجكت عبارة عن country، تمام. طيب فاللي نحتاج نوصل له اللي هو الداتا هذه، فهنا راح نقول console للresponse dot data. لو حفظنا من جديد راح نشوف انه اعطانا فعلا الاري اللي نحتاجها. طيب حاليا انا ما ابغى اعمل console log للresponse to data، ولكن انا ابغى اخزنها في state، تمام. فراح نتعرف على الهوك الثانية اللي هي عبارة عن
use state. فطريقة استخدامها حتكون انه برضو راح اعملها import use state من الرياكت، تمام؟ وبعد كده بداخل الفانكشن انا راح اعرف const واقول اعمل destructuring. اليوز ستيت حتفيدني بحاجتين، حتفيدني بانه تحفظ لي الداتا حقتي في متغير، وتعطيني طريقة لتغيير هذا المتغير، تمام؟ طيب فلو جيت هنا عملت destructuring حأسمي المتغير بالاسم اللي أنا أبغاه، فمثلا أبغى متغير أحفظ فيه countries و set countries، تمام. وبعدين حنقول إنها تساوي use state اللي عملنا لها import use state، وبعدين هنا حنعطيها خلينا نقول القيمة المبدئية لإيش المتغير تبعنا اللي هي countries. فحاليا حتكون empty array، بإمكاننا عادي نعمل يعني نحط فيها data حسب اللي نبغاه، تمام. ففكرة use state إنها حتوفر لي إيش يعني متغير أحفظ فيه الستيت أو الحالة، وطريقة عشان أغير بيها هذا المتغير. وبالعادة يكون كده طريقة التسمية، مثلا المتغير وبعدين ست نفس اسم المتغير، تمام. طيب حنرجع لي هنا، وبدل ما نعمل كونسول لوج للريسبونس داتا، احنا ايش نبغى نعمل؟ نبغى نحفظها في المتغير، فراح نقول set countries، وبعدين نعطي set countries هذه قيمة response dot data، تمام. طيب كيف حنستخدم هذا الستيت؟ احنا حصلنا على الداتا هنا، احنا ايش نبغى نعمل؟ احنا نبغى نمررها الى الكومبوننت countries عشان الكونتريز تستقبلها وبعدين تقدر تعرضها. ف حاليا الاب دوت جي اس هو يعتبر البارنت والكونتريز تعتبر تشايلد، فانا لازم امرر هذا الداتا كبروب، تمام. فكيف نمرر داتا على شكل بروب؟ خلونا نجرب مثال بسيط. مثلا لو قلت هنا message يساوي، أو مثلا خلونا نقول string عادي اللي هو مثلا كلمة hello، تمام. تلاحظوا انه شكلها يشبه كأنه شكل HTML attribute. طيب بعد كده راح نروح عند ال countries، ونلاحظ هنا انه ال countries عبارة عن function، صح؟ ونلاحظ هنا انه عندها البارامتر. فهنا راح احنا نستقبل props، وبعدين لو نبى نعرض هذا البروب كيف راح نعمل؟ دحين بما انها هي تعتبر خلونا نقول جافا سكريبت، يعني ما تعتبر مثلا كلام عادي زي كده ابغاه يظهر زي ما هو، لا يعني انا بعالج اكسبريشن، فانا محتاج اني احط سينجل كيرلي بريسز. طيب وبعدين اقول props، وإيش اسم البروب اللي رسلناها؟ حنقول دوت مسج، ف دوت مسج. طيب خلونا نحفظ ونسيف نشوف النتيجة معانا. نلاحظ إنه فعلا ظهرت كلمة هلو، تمام. في طريقة تانية هنا إنه البروبس عبارة عن أوبجكت يحتوي على القيم اللي إحنا رسلناها، فبإمكاننا هنا بدل ما كل مرة نكتب مثلا props دوت والقيمة أو البروب اللي رسلناها، بإمكاننا هنا نعمل destructuring، تمام. فبما إنها object فراح أعمل curly braces، وبعدين أقول إيش اسم البروب؟ حقول message، وبعد كده ببساطة راح أقول بس هنا message، ونشوف هل النتيجة تظهر نفسها أم لا. وفعلا النتيجة ما زالت هي. طيب ولكن حاليا أنا ما أبغى أرسل هنا string، فأبغى أرسل خلونا نقول متغير، فنحتاج
نحط curly braces وبعدين نكتب اسم المتغير countries، تمام؟ وبعدين حنستقبله هنا ونقول، خلوني أشيل هذه، ونقول countries، تمام؟ وبعد كده هنا إيش نحتاج نعمل؟ نلاحظ إنه هنا عندنا div لكل country، فإحنا محتاجين خلونا نقول زي إنه نعدي على array. فكيف الطريقة إنه نعدي على array في الرياكت؟ باستخدام اللي هي الأري function map. فحتكون الطريقة، خلوني هنا وأجي مثلا أشيل واحدة من الكنتري رابر وخلاص، بس أبقي واحدة معايا، ف هأشيل التاني ونخلي أول واحد بس، تمام. فالطريقة أنا دحين بكتب جافا سكريبت فكيرلي بريسز، وبعدين أجي عند اسم الأري countries، وبعدين أقول دوت ماب. الماب تاخد call back function، أو خليني أقول تاخد function كبرامتر لها، تمام؟ فراح تكون بهذا الشكل. وبعدين هنا في كل لفة راح تعدي على object من ال countries، فهو عبارة عن country. وبإمكاننا كمان إضافة على ال country، بإمكاننا نحصل كمان على ال index اللي موجود في ال country هذه، تمام؟ هغير هذا الأقواس وأخليها parentheses، خلوني أشيل هذا ال curly braces، تمام؟ ليش؟ عشان أنا أبغى أعمل return لإيش؟ return لهذا ال country wrapper، تمام؟ فراح أخذه وراح أحطه هنا، أوكي؟ بعد كده راح نغير هذا المحتوى إلى معلومات الكنتري، فمثلاً الريجن حنشيله ونحط curly braces ونكتب country.region، تمام؟ وهنا راح نقول country.name، وبالنسبة للسورس بما انه او اللي هو صورة العلم، فبما انها متغيرة برضه حنحطها بداخل curly braces ونقول country.flag. طيب من فين هذه المعلومات جبناها؟ من هنا من الـ API. نلاحظ انه كل country لها name، لها region، ولها كمان flag. لو نزلنا للأسفل هنا حنلاحظ انه لها علم، تمام؟ طيب نرجع هنا، وكمان في حاجة محتاجين نعدلها هنا، نسينا نغير من مسج إلى اسم البروب، حنخلي اسمها countries ونستقبلها هنا ك countries، تمام؟ طيب نحفظ ونشوف النتيجة. فنلاحظ هنا إنه فعلا ظهرت لنا النتيجة، فلو نزلنا للأسفل حنلاقي هنا إنه في اللي هو اسم المنطقة واسم الدولة والعلم، تمام؟ نلاحظ هنا إنه في الكونسول يقول لي إنه each child in a list should have a unique key prop. فهنا لو رجعنا للكود إحنا نحتاج إنه لو كان عندي مثلا لستة وبتتكرر معايا، فأنا محتاجة إني أحط حاجة اسمها key وتكون قيمتها يونيك لكل item. فهنا بالنسبة لي الحاجة اليونيك ممكن تكون الindex، فبما إنه متغير هحطه بداخل curly braces وأكتب index، تمام. طيب في حاجات أبغى أعالجها، فمثلا اللي هو الكلاس. إحنا قلنا إحنا بما إنه بنتعامل مع JSX معناته أي كلمة class راح تتغير وتصير تصير class name. فخلونا نحدد على كل الكلاس، وبعدين نكتب class name، وكمان هذا الشيء حنكرره هنا في الـ app.js،
فخلوني أشوف هنا عندنا class ونقول نحددهم كلهم. وبعدين هنا class name طيب ونحفظ تمام. طيب خلونا نشيك. طيب هنرجع لهذه التنبيهات بعدين. فكده احنا تعلمنا كده concept مهم، اتعلمنا كيف نرسل prop كمتغير، اتعلمنا كيف نستخدم ال use effect عشان بإمكاننا بداخلها نعمل API call أو هي مكان مناسب لعمل الـ API call، كيف نقدر نعمل API call باستخدام الـ Axios، كيف أو إيش فائدة الـ Use State، إنها بتوفر لي متغير، بتوفر لي طريقة لتغيير هذا المتغير، كيف بإمكاننا كمان إنه نعمل mapping على array ونظهر معلوماتها، تمام؟ طيب بعد كده أبى أنتقل للكومبوننت الثاني اللي هو الريجن. فخلوني أعمل كومبوننت جديد تمام ويكون اسمه region.js أوكي. طيب وبعدين هأعمل بنفس طريقة الاختصار اللي هو R A F، أعتقد هذا R A F C E تمام. ما نحتاج import react from react تمام. وبعدين الكود حقه راح نجيبه من هنا، وراح اخذ الجزئية من بداية radio wrapper الى نهاية هذا الديف تمام، وراح ألصقه تمام. وبعد كده عشان نستخدمه في app.js نحتاج نعمل له import، فراح اقول هنا هنعمل import للريجن اوكي. وبعد كده في المكان اللي ابغى اعمل له insert راح اكتب region تمام. طيب خلوني اسيف ونشوف النتيجة، وفعلا ظاهر الريجن، ولكن حاليا هذه اليو اي حقتي متقسمة الى two component، component للريجن وcomponent للcountry تمام. كان هدفنا من انه الريجن انه لو نضغط على كل راديو بوتون راح يتغير المحتوى ويصير الدولة في الدول فقط اللي في هذه الريجن تمام. فكيف راح نعمل هذه النقطة؟ اول حاجة ابغى اشوف كيف راح اعرف انه الراديو بوتون اتغير. فالطريقة حتكون انه كل انبوت راح اعمل له event واقول هنا on change يساوي، وبعدين راح اعطي له اسم function، راح اكتب curly braces وبعدين اسم function راح ابنيها، مثلا ممكن اسميها change region تمام. وطبعا هذه الـ onChange راح احطها على كل الـ inputs اللي عندي، فمثلا هنا وكمان عندنا هنا وكمان هنا. وبعد كده فين راح نصنع الـ function؟ راح نصنع الـ function هنا بداخل region تمام، لكن برا الـ return. فراح نصنعها ك function expression، فراح أقول const وبعدين اسمها change region حتساوي على شكل arrow function. وبعدين هنا لما احنا مثلا نقول on change على input، فبإمكاني هنا اني استقبل ال event اللي حدث. وبعدين انا ممكن هنا في داخل هذا ال function اعمل log ل ال event تمام. طيب خلونا نشيك. فمثلا لو ضغطنا على آسيا هنلاحظ هنا انه فعلا هنا راح يطبع لي الايفنت. فنلاحظ هنا انه بيقول الايفنت حصل على اي element بالضبط وبيعطيني معلومات مختلفة، فمن ضمنها حاجة اسمها target تمام. التارجت بمعنى زي ما قلنا ايش الايلمنت اللي حدث عليه الايفنت. فهنا عشان نعرف
ونحصل على الفاليو، فراح نقول event.target.value. ايش فائدة هذا الشيء؟ خلونا نشوف مع بعض. لو ضغطنا هنا، خلوني اعمل بس ريفريش، لو ضغطنا هنا نلاحظ انه اعطاني الفاليو ايش؟ اسيا. لو ضغطنا على افريقيا تظهر كلمة افريقيا. لو ضغطنا على افريقيا من جديد ما راح تتكرر. ليش؟ لانه ما حدث تغيير، تمام؟ فرق بين التشينج والكليك. طيب تمام، بعد كده في حاجة لو تلاحظوها، تلاحظوا انه التشيكت يعني ما بتمشي تمام. مثلا بضغط على يوروب، اوكي بتظهر هنا النتائج تمام، لكن العلامة الخضراء هذه ما بتجي على يوروب. فايش الفكرة هنا؟ الفكرة هنا انه لازم يكون عندنا حالة اسمها او اتريبيوت، خليني اقول اسمه الشكد على كل انبوت. ف ولكن خلوني قبلها نرجع للاب.js، وهنا راح نعرف state جديدة. هذه الستيت راح تكون اسمها region، فراح نكتبها هنا ونقول const، بعدين array destructuring حنقول region، وبعدين set region، تمام؟ طيب حنقول يساوي، بعدين use state، وبعدين أبغى القيمة المبدئية لها تكون كلمة all، تمام؟ يعني جميع الدول. طيب بعد كده في حاجتين راح أعملهم، اللي هو إيش؟ أمرر الريجن هذه، وكمان أمرر الست ريجن للريجن كومبوننت، وخلونا نشوف ليش. فراح أمررهم كبروبس. فبالبداية راح نقول هنا region وبعدين يساوي curly braces بعدين region، وكمان راح نمرر اللي هو set region، تمام؟ ونقول انه هذا البروب، هذا set region الاولى هذه حيكون اسم البروب، وبعدين قيمتها راح تكون set region. وعند region راح نستقبل هذه البروبس. فقلنا هنا من عند الفانكشن region الparameters راح نعمل object destructuring، ونقول عندنا region وعندنا set region. طيب فهنا checked متى راح يكون checked؟ في حال اتوفر شرط معين. هذا الشرط راح يكون بما انه حكتب جافا سكريبت، ف curly braces، وبعدين أقول إذا كان الريجن equal equal equal، إيش أبغى يكون شكت هذا الانبوت؟ إذا كان الريجن equal all، تمام؟ وبالنسبة لهنا راح نقول checked في حال كان curly braces، في حال إذا كان الريجن يساوي آسيا، وفي هذا الانبوت راح يكون checked يساوي region يساوي افريقيا، واخر انبوت هنا راح نقول checked يساوي curly braces region حيساوي يوروب، تمام؟ ولكن في حاجة، احنا عملنا ست للريجن بـ all في البداية، فكيف راح تتغير قيمتها وتصير آسيا، تصير أفريقيا؟ تفتكروا الإيفنت دوت تارجت دوت فاليو؟ فطريقة التغيير راح تكون بما إنه احنا استقبلنا الست ريجن، فحنستخدمها ونقول ست ريجن، وحنخليها تساوي الإيفنت دوت تارجت دوت فاليو، تمام؟ طيب فبكده احنا نضمن انه الريجن صارت قيمتها فعلا اللي هو اسيا او افريقيا،
وخزننا اللي هو قيمة الانبوت اللي ضغطنا عليه. في طريقة انه نعرف ونتأكد انها تغيرت بشكل صحيح، في اللي هو الـ developer tools تبع الـ React. فبإمكانكم تبحثوا في جوجل عن React developer tools، تمام، وهي عبارة عن extension لكروم، فحتوفر لكم حاجتين اسمها components و profiler اللي يهمنا الـ components. فلو نجي نشوف راح نلاحظ انه مقسم الاب تبعي للكومبوننت اللي هو الريجن والكنتري، صح؟ لو نلاحظ هنا عندنا الاب، نلاحظ انه عنده تو ستيت، الستيت الاولى اللي هي الاري تبع الكنتريز، والستيت الثانية حتكون الريجن. فلاحظوا معايا عند تغيير الريجن ايش اللي راح يصير هنا، تمام؟ فنلاحظ ضغطنا على اسيا، نلاحظ فعلا صارت اسيا. نلاحظ انه ضغطنا على افريقيا صار افريقيا. فهنا ايش اللي صار؟ اللي صار هنا انه هي ست للبارنت كومبوننت، ولكن قدرنا بتمرير الستيت و اللي هي ست ريجن الى الريجن او التشايلد اننا نغير قيمة الستيت، تمام؟ طيب احنا نبقى حاجة انه لما تتغير الريجن فراح يعمل API call من جديد عشان يجيب الدول في هذا الريجن. فإحنا إيش راح نعمل هنا؟ الـ use effect فيها حاجة أو فيها معلومة إنه لما نبغى الـ use effect تعمل run اعتمادا على إنه قيمة تتغير، نحط هذه القيمة في هذا الـ array. تفتكروا الـ empty array؟ فدحين نبغى الـ use effect تشتغل من جديد لما قيمة الريجن تتغير، تمام؟ فهنا في حال لاحظ انه الريجن اتغيرت، على طول راح يعمل ران لليوز افكت من جديد، وراح نجيب الجيت كانتريز. فهنا عندنا احنا حالتين، يا حالة انه يكون الريجن اول او يكون واحدة من القارات. فهنا قبل ما نعمل اللي هو الجيت اكسس دوت جيت، فلازم نشيك، حنقول اف الريجن كان عبارة عن اول. في هذه الحالة راح نخلي الـ API URL يساوي هذه القيمة، تمام؟ else معناته قارة، فراح نخلي، خلونا نرجع للـ اللي هي الـ API هنا، ونلاحظ عند version 2 لو احنا نبقى حسب الريجن او يسموه اسم ثاني اللي هو الكونتيننت، فراح نستخدم هذا اليو ار ال، تمام؟ فراح نقول اي بي اي يو ار ال يساوي هذا القيمة، بس قبل راح نحط دبل كوتيشن، او بالاصح مو دبل كوتيشن، راح نحط باك تكس، تمام؟ باك تكس ليش؟ لانها تمبلت سترينجز تحتوي على متغير وهو الريجن، فراح نحطه بهذا الشكل، تمام؟ وبكل بساطة بعد كده خلاص راح نعمل access dot get حسب الـ API URL، ونشوف النتيجة اللي تظهر لنا في الـ set countries، ونحفظ نشوف النتيجة. طيب نجرب نعمل ريفرش، تمام، هذه جميع الدول، خلوني أكفل كده شوية، هذه جميع الدول. ولو ضغط على آسيا نلاحظ أنه فعلا جاب لي جميع الدول في قارة آسيا، ولو ضغط على أفريقيا تمام جاب لي الدول في قارة أفريقيا. لو رجعنا ضغطنا على all المفترض انه يجيب لي الدول في جميع المناطق، تمام؟ خلوني افتح الـ Dev Tools عشان في بعض الـ Warnings نحتاج نحلها. فهنا بيقول انه Invalid DOM Property 4 did you mean HTML 4؟ فهذه النقطة بالنسبة للـ JSX انه ما يستخدم الـ 4. خلينا نرجع لملف الـ Region، ف هنا بالنسبة للليبل ما يستخدم for، يستخدم بدالها
HTML4 أعتقد. أيوة صحيح، HTML4. فخلوني أحدد عليهم كلهم ونقول HTML بعدين 4 ونحفظ ونتأكد إنه التنبيه راح. تمام. طيب آخر نقطة عندنا حتكون إنه نعمل اللودينج في حال إنه لسه بيتم جلب البيانات، فهذه راح نحتاج فيها ستيت جديدة ونقول هنا const is loading وبعدين set is loading، وراح تكون تساوي بالبداية use state وقيمتها المبدئية false. تمام. وبعد كده عند ال get countries قبل ما نعمل ال axis dot get خلاص راح نعمل set is loading بالقيمة true، ومتى راح نعمل لها false بعد ما نحصل على البيانات. تمام. فراح نعمل هنا set is loading ب false. تمام. طيب احنا كده بس عملنا set تخص loading، لكن ما عملنا DOM element عشان يظهر هذا loading. فخلونا نرجع هنا ونقول اننا حنظهر ديف للكلاس، او خليني اقول كده ديف، اوكي ديف حيكون للكلاس او بالاصح كلاس نيم لودينج سيركل، راح انسخ بس التنسيق تبع اللودينج سيركل. فراح نروح للاب.css ونلصق هذا التنسيق، بامكانكم انكم تحصل عليه من كود الجيت هاب. تمام. طيب اوكي، حطيت الدوم وحطيت اللي هو العنصر وحطيت التنسيق حقه، ولكن انا ما ابغاه يظهر دائما، انا ابغاه يظهر في حالة حقق شرط معين اللي هو ايش، ما زال بيصير فيه لودينج، وأبغى يختفي وتظهر ايش الكنترز في حال ما كان عندي لودينج. فمعناته انا محتاجة conditional صح او condition، فراح اكتب جافا سكريبت كيرل بريسز وبعدين احط ايش الشرط حقي، حنقول is loading على شكل الترنري اوبريتر، حنحط استفهام لو كان is loading ايش ابغى اللي يظهر اللودينج سيركل. فراح اخذ هذا الكود والصقه، بعد كده راح نحط نقطتين بهذا الشكل، وبعدين نقول في حال انه كان الشرط خاطئ راح نظهر الكنتريز. تمام. طيب خلونا نحفظ ونشيك انه يشتغل. تمام. طيب نعمل ريفرش، نلاحظ انه فعلا اشتغل. تمام. وحتى عند تغيير الريجن حيشتغل. فبهذه الطريقة احنا تعلمنا كيف انه بامكاننا نظهر عنصر حسب شرط معين، وكيف بامكاننا نكتب هذا الاكسبريشن بداخل الجي اس اكس. وبكده انتهينا من بناء مشروعنا Get Unfiltered Data from API باستخدام الرياكت، وتعلمنا معلومات وكونسبتس كثيرة عن الرياكت، من ضمنها الستيت، من ضمنها اليوز افكت، وهذه كلها تعتبر من الهوكس. اتعلمنا كيف نكتب الفانكشنال كومبوننتس، اتعلمنا كيف مثلا ننادي API في اليوز افكت، اتعلمنا كيف يتعامل البارنت مع الشايلد باستخدام البروبس، او اننا نرسل مثلا اللي هي مثلا set
حاجة معينة عشان نغير الستيت في الشايلد، ولكن الأب حيعرف بهذا التغيير. فأتعلمنا كمان كيف نظهر بعض عناصر الدوم بناء على شرط معين، وتعلمنا كيف نعمل عرض للستة معينة باستخدام الماب فانكشن. فإذا استفدتوا من هذا المشروع يسعدني أنكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي تعليقاتكم. إذا واجهتكم أي أسئلة اكتبوا لي هي تحت في الكومنتات، بإذن الله هأجاوبكم، ونشوفكم بإذن الله في مشاريع قادمة.